ولدي اليوم يجوز الامتحان وصبح لي مريض، صبح يتقيط، صبح ربي شافاه. وخايف البارح ما تعشاش، ورغم ومركز يحفظ مليح، بصح صبح لي في حاله راح بالدراع اليوم. بشفى عليه ان شاء الله. بشفى عليه ان شاء الله، طهور باذن الله. ان شاء الله يا ربي. عندك سؤال دكتور؟ بلاك شي حاجه كلاها ولا الاكل تاعو البارح كي تعشى او في الغداء تاعو كان الغذاء تاعو صحي يعني؟ ما كلاش مثلا وجبه سريعه او لا لا لا، ياكل عادي، ياكل في الدار، ما يحبش ماكله برا ما ياكلهاش. البارح ما تعشاش، ما بغاش ياكل العشاء، وصبح راح بلا فطور، تقيا وراح بلا فطور. ما بغاش. هذا خطأ يعني، نصر على أبنائنا أنهم يأخذوا وجبة متكاملة في الفطور، لأنه الفطور جد 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 ضروري. لازم الفطور هو هذه معه من الصغرى، أصلا كي يجي يجوز امتحان أي امتحان يصرى له هكا الخوف. هذا من الخوف يعني. نعم، ما نعرف. لازم يتعلم يمتص الخوف تاعه. نعم، أنا ربما عندي سؤال أيضا دكتور للأم اللي يتصل بنا، يتصل بنا ربي يحفظها. أنت تمارسي عليه شوية ضغط، تضغطي عليه شوية؟ والو والو، بالعكس. والو، ما تقولش لازم تقرا، لازم تجيب لي معدل مليح. بالعكس، هو مشكلته يقول لك أنا ما نحبش نجيب أقل من صحابي. نعم، يعني هو عنده ضغوطات في الداخل. نعم نعم، ضغوطات في المدرسة بينه وبين الزملاء تواعه، مشي في الدار، هو مشكلته يقول لك ما نجيش أقل منهم. نعم، يعطيك الصحة اللي تفاعلتي معنا وشاركتي معنا هاد التجربة تاعك مع الطفل تاعك. إن شاء الله ربي يوفقه وربي يشافيه. إن شاء الله تعيش كامل أجمعين، إن شاء الله ربي ينجحهم. إن شاء الله ربي إن شاء الله. شكرا، مع الصحة. إن شاء الله. إذا بالك روح التنفس اللي عنده، الروح التنفسية هذيك هي اللي خلاته يضغط على نفسه. هي من المفروض روح التنفس تشجع، بصح هو راهو يمارس ضغط على نفسه. هذاك الضغط مع خوف من انه ما يلحقش علامه تكون افضل من، فهو يسبب له هذه المشاكل. لكن لازم يتعلم كيف يتخلص من هذا الشيء. لازم يتعلم ان صح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا يتنافس ويجيب علامه افضل وغير ذلك. وهذا التنافس امر صحي يعني، انه يكون يتنافس بشكل ايجابي مع الزملاء تاعو، لكن لازم نعلموه كيفاه يمتص هذاك الغضب. وهنا يجي دور الوالدين، واذا شفنا باللي هو ما قدرش وحده مع والديه ندخلوه مثلا في نادي، ولا لازم يتعلم النشاطات الجماعيه باش يتخلص من هذاك. لازم يتعلم الامر التشاركي. فهذاك الخوف والضغط اللي يمارسوا عليه يحدث عنده ردات فعل قبل الامتحان. لكن الخطأ أنه ما يتعشاش وأنه ما يفطرش. لازم يتعشى ولازم يفطر. ركزوا على أنه النظام يكون عنده نظام غذائي. وفي هذه الأمور لازم نتحدثوا مع الأطفال تاوعنا. كي نتحدثوا مع الأطفال تاوعنا، نتحدثوا معهم على أساس أن لازم غذاء صحي غني بالأوميغا 3، بالأحماض الدهنية الأساسية، خالي من الدهون المتحولة والدهون المشبعة. نعم. قبل ما نروح دكتور للنظام الغذائي اللي لازم نعتمدوه خلال هذه الفترة المهمة جدا، حبيت نعرف، هي قالت لك أنه الولد تحار بيحفظه بينينا ونهار، يعني صباح بمشاكل هضمية. كيفاش منين تجي هذه المشاكل الهضميه؟ تحدثنا عن الصداع، قلت لنا وضعيه الجلوس ما تكونش يعني مليحه. اذا ايضا الضغط على الدماغ بسبب ساعات المذاكره المتواصله. نعم، المتواصله. فيما يخص المشاكل الهضميه اللي يعانيوا منها الاطفال عاده قبيل الامتحانات، مشاكل الهضميه لانه لما يحدث عندنا خلل في الجسم يتحفز نظام الالتهابات، فيولي الالتهاب عندنا بشكل كبير، وخاصة القلق. القلق عنده أيضا دور في الإجهاد التأكسدي يعني. لأنه لما الإنسان يكون مقلق ما يتنفسش تنفس صحيح. ما يأكلش الأكل تاعه بشكل صحيح، فهذا يأثر. إضافة إلى أنه القلق شغل يحدث لنا اضطراب في الساعة البيولوجية للجسم، فالساعة البيولوجية هي التي تضبط لنا إفراز طبيعي ومثالي للهرمونات. الهرمونات. فلما يحدث الخلل الساعة البيولوجية تاعو تسبرتير بشغل تضطرب ويضطرب معها الهرمونات، يعني يحدث خلل في الجسم، تزداد الالتهابات في الجسم، الهرمون بالنسبة للجهاز العصبي يولي ما يخدمش بشكل طبيعي ومثالي، فهذا يخلينا نشوفوا بزاف أعراض، من بينها مثلا القيء، الإسهال وغير ذلك.
نعم للأسف. كيفاش نقدروا نتحكموا فيها دكتور؟ في هذه الأمور هو أن يكون القلق تاعنا ما نعرفوا كيف نسيطروا عليه، نركزوا على النشاط البدني. النشاط البدني هذا لا يقل عن نصف ولو عنده امتحانات. نعم. عن لانه هذا النشاط البدني هو اللي يمتص التوتر تاعه، هو اللي ينشط الدوره الدمويه، هو اللي يقوي القدرات الذهنيه والجسديه للجسم. نعم. وايضا انه الممتحن ينام بقدر كافي وصحي، ياخذ قدره الكافي من النوم، يعني على الاقل من الراحه، على الاقل 8 ساعات ليلا. نعم. وهذا احنا نشوفوه في الممتحنين انه يسهروا يسهروا لساعات متاخره، وشوفي ساعه قبل 12 تساوي ثلث سوايع بعد 12، يعني ما لو الانسان ينام قبل 12 وكانه رقد ثلث سوايع بعد 12، والجسم تاعنا بعد 12 يولي يفرز في الكورتيزول مثلا. الكورتيزول هذا يثبط المناعه، لما تثبط المناعه تزيد الالتهابات عندنا، لانه المناعه تاعك تنقص. نعم. كي تنقص المناعه احنا عندنا بكتيريا وعندنا طفيليات متعايشه معنا، لما تنقص المناعه تاعنا قادر فقط هذيك البكتيريا او حاجه كليتيها هي تتحول عليك، هي تتحول للاسف مما يسبب حدوث هذه الالتهابات. التهابات. نعم دكتور، نقطه اخرى حبيت نطرق لها، تحدثتي كثيرا عن فترات الاستراحه، انه الطفل يحفظ نص ساعه وما يريح 5 دقائق وما الى ذلك. خلال هذيك الفتره فتره الاستراحه واش يقوم به الطفل؟ واش يقدر يعني بعيدا عن الاجهزه الذكية؟ هذه أول نقطة، أنه نعم. يبتعد عن الأجهزة الذكية والشاشات، لأنه الشاشات فيها أشعة وهذه الأشعة أيضا تسبب الإجهاد لجسم الإنسان، فلازم يبتعد على مواقع التواصل الاجتماعي، يبتعد على الأجهزة الإلكترونية والشاشات وغير ذلك. في 5 أو 10 دقائق هذه يحاول أنه إما أنه يكسر روتينه، مثلا يروح يجمع مع العائلة تاعه، أو يدير تنفس عميق، يدير حركات استرخاء، يدير شهيق زفير، ولا يروح ياكل مثلا مكسرات، مثلا كما الجوز، اللوز، الزبيب، هذا هو عندهم دور كبير وفي تقويه الذاكره وفي الحفظ السريع بحكم غنيه بالمعادن والاحماض الاساسيه مثلا كما الاوميغا 3.